السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا مرات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم جميل ويومكم سعيد يا رب ان شاء الله. إيه وحشتوني خالص والله يا بنات، وحشتوني 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 يعني بجد. انا ليا سنتين تقريبا مش بعمل فيديوهات خالص. إيه متعرفش يعني السبب يعني، بس الحمد لله على كل حال كده طقت في دماغي إيه اعمل توك لحد عز عليا ان شاء الله اوديهم له بكره. انا هعمل كذا واحده يعني، هعمل لكم الشكل في الفيديو هنا وهكملهم بعد ما اخلص الفيديو. تمام بنات، التوك النهارده بسيطه خالص على فكره، وحلوه ومش مكلفه، وممكن تبيعها مبلغ كويس لاني شيك خالص بمعنى الكلمه، شيك حلو يعني، شيك حلوه خالص بصراحه. والرغم ان هي بسيطه خالص، هنبدا مع بعض بسرعه عشان ما نطولش في الفيديو. اول حاجه هنستخدمها كلبسه 5.5 سنتي، تمام، او ممكن 4 سنتي يعني براحتك اللي انت عايزاه. تمام، هنستخدم في يونكات الفرو دي، هي عامه تقريبا حاليا عامله ممكن 5 جنيه و4.5 تقريبا. هي ما عنديش في الخامات، مش ببيعها حاليا اللي ما عنديش، بس ايه انا دول كانوا عندي قدام فقلت اعمل بيهم فيديو النهارده، وعندي كام شكل تاني يعني برضو. تمام، هنستخدم الاستراس او الالماز السلسله ده، او الاستراس السلسله ايا كان المسمى بتاعه. انا هستخدم النهارده اللي هو اللون الذهبي عشان ما عنديش فضي كتير. طبعا الابيض بيمشي مع الفضي، ما عنديش غير الحته دي، ممكن نعملها هي وهو على 4 سنتي. خلاص ماشي يا بنات، هو اصلا اللون المطلوب مني او اللي انا شفته على الفستان اللي انا هوديه الهديه اللون ده، فانا قلت اعمله على ذهبي. بصوا يا بنات، هنستخدم الاسترس، هنقطع منه 7 سنتي. هنقطع منه كام؟ 7 سنتي. القطعه 7 سنتي دي هنحطها في النص. انا هنا بصراحه قطعاهم علشان خاطر ما اطولش عليكم في الفيديو، ومنظمهم كمان، احنا هنحوش دول كده على جنب. ماشي تمام، تقريبا هنا كده ان شاء الله يكونوا منظمين زي ما انا عملته. انا يعني حابه ان انا اخليها شكل المثلث. ماشي، حابه ان انا اخليها ايه شكل المثلث، انت براحتك. ممكن تخليها مثلا كلها مستطيله جنب بعض يعني كله سوا واحد، عايز تخليها مثلا تعمل او اللي في النص 7 سنتي وكل واحده تبص منها عجله، هيسيبكوا بالتدريج كده بالتدريج كده اللي يريحك. تمام، بصوا يعني استخدامات اللي انتوا الصمغ كتير، ممكن نستخدم دبل فيس، ممكن نستخدم بيه 7000، وبعد كده هنفنش بلزق الصاروخ. يعني ايه معضله هنفنش بلزق الصاروخ؟ هقول لكم ايه هنعمل دلوقتي. انا بس هستخدم ده دلوقتي عشان ده هيحتاج ان احنا ننشفه شويه ونستنى، وانا بس عايزه اخلص الفيديو بصراحه، مش عايزه ابقى مطوله فيه. هنجيب الكليبس 5.5 سنتي، طبعا ده عريض عليه فاحنا هنقصه. بصوا كده، ثواني بس عشان في حته ريشه. بصوا كده، هنلزق على الطرف عشان هنقص الطرف اللي تحت، واحنا اصلا مش محتاجين حته صغيره، انت ممكن تبصيها من الاول. معلش ايه المقص المصدي ده. خلاص يا بنات، هنقص الجزئيه دي، ممكن نستخدمها لوحده تاني لو هنعمل كذا واحده، ممكن نلزقها كده ونستخدمها في واحدة تاني نستخدمها على طول. خلاص ونطلعها كده بعد ما نلزقها. انا بالنسبة لي اسهل وافضل بكتير بصراحة. بصوا يا بنات، هنجيب عشان نوسطن البتاع، هنجيب المتر او المسطرة المتاحة عندك. هي دلوقتي هي 5.5 سنتي، تمام، نشوف الخمسة ونص نصها فين. ادي 5.5، عشان مش وقت نحسب احنا دلوقتي. 3.5، نيجي عندي 3.5 ونلزق ايه اول واحدة هنا اللي هي الوسطانية. خلاص يا بنات، وبرده لو هتعمل بالبي 7000 اهو كده، لو هتعمل بالبي 7000 هتحطي كده ايه المتر هنا. استنوا كده اوريلكم، هنحط المتر جنبها. دي في اول مره على فكره بنات، اللي مش هنعمل كده كتير، وما بين كل نص سنتي نعمل واحده. عايزين تكتروا المجموعه كتروا، عايزين تقللوها قللوها براحتكم اللي يريحكم يعني، اللي هو الصفوف دي. خلاص احنا كده عملنا اللي في النص، صار نحاول نثبتها، نحط المقص. معلش بعتذر على المنظر بتاعه ده. تمام، ونيجي هنا ايه نحط التانية بعيد عنها سنة صغيرة كده، نحط التالتة برضو.
حط ايه الرابعة على الطرف كده، ممكن يكون وسع من بعض بس مش مشكلة. انت ممكن لو حابة ان انت تخليها اشيك ممكن تكتري عدد ايه عدد السلسلة، بدل ما هما يبقوا 7 جنب بعض يبقوا اكتر 8 9 براحتك يعني. خلاص كده يا بنات، انا متهيألي اللي هو بس نشوف انهي الاصغر منه، متهيألي اللي هو يكون بالمثلث يكون افضل بكتير. خلاص كده بس كده، التوكة سهلة خالص والله يا بنات، يعني مش بتاخد أي مجهود خالص. بصوا الشرشيب كده بيجي ازاي، أنا مستنية نسوك بنتي تكبر. طبعا انتوا متعرفوش ان انا خلفت بنت، الحمد لله على كل حال، في ناس عارفة وفي ناس لأ، ف ان شاء الله كده هعمل لكم فيديوهات معاها بإذن الله الأيام الجاية ان شاء الله. هي شطورة وعسولة خالص. تمام يا بنات، بس كده هنجيب مسدس الشمع، هنحط الفيونكة كده، نحاول نعملها بالطول. وعايزين لو عايزين برضو يا بنات تحطوا يعني ستان مضلع اللي هو 1 سم، حطه بلون البتاع، بس انا حاسه ان هي مش مستاهله يعني. خلاص كده لو انت مش متاح عندك الفرو. بصي يا بنات التوكه بقت جميله ازاي، والله عسل عسل خالص خالص على الطبيعة. يمكن الفيديو بس عشان الإضاءة شايفين، وبرضه لو عايزة تدي حاجة أحلى تحطي لها فص هنا، أو تجيبي مثلا حتة استرس كده تحطيها كده تبقى شكلها حلو. استنى نحطها مع بعض نشوف بس المساحة على الأبيض، مثلا ايه 4 عجلات، 1 2. كتير يا بنات بيسألوني ايه الفرق بين لزج الصاروخ بي 7000 ولزج الصاروخ والشمع. احنا صح نسينا بنقول الفكرة المهمة، بعد ما تحطي اللزج البي 7000 او لزج الدبل فيس ونلزج بيهم الاسترس كده، خلينا مرتبين، بعد ما نحط ده او ده ونلزج بيهم الاسترس هنيجي لزج الصاروخ، عشان بس هي نشفت معايا للأسف. تحطي نقطة نقطة على ايه على كل واحدة وتسيبيها تنشف. لزج الصاروخ يا بنات بيلزج المعدن بالمعدن بقوة جدا 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 فوق ما تتخيلي، وممكن الاي 8000 برضو شوية في ناس بتشكر فيه، بس انا بصراحة ما جربتوش قبل كده. خلاص اما البي 7000 يعني انا هستخدمه دلوقتي هنا، بيلزج الاسترس على القماش، يعني اي قماش كده عايز تلزج استرس فيه تستخدميه عادي. طبعا دي ليها 7 شهور معايا، الناس اللي بتقول بتنشف يا ام عبد الله ليها سنة والله، من اخر مرة عملت لكم فيها فيديو بس او حتى شديده شويه بس عشان بس فاضيه اهي. نعملها كده، اهم حاجه تقفليها كويس، ولو قعدت معاكي سنه بتقعد. تمام اهو شوفوا بتطلع اهو يا بنات اهو، مش عارفه حاسه ان الاضاءه مش مبينه الشغل كويس، بس ايه سامحوني بقى هحاول اظبط الدنيا دي، وده اللي بيخليني والله يا بنات ما صورش فيديوهات، قلة الامكانيات وقلة التفاعل كمان منكم. يعني انا نفسي بجد الاقي تفاعل حلو، مش عشان حاجة والله، علشان خاطر بس الواحد يستمر مش اكتر، يحس ان هو ايه مرغوب فيه يعني. كده التوكة بتاعتنا خلصت يا بنات، توكة جميلة جميلة خالص، بتزينيها وبتحطيها في كارت وبتزينيها، هجيب لكم كارت ثاني وخلص كل حاجة. بص لو هتعمل واحدة خليها تتحط في كارت واحد زي كده، تمام اهو كده خلاص. وعندنا برضو الكيسة بتاعتها، دايما تغلف التوكة بالجلبة كده، يعني ادي فتحة الكيس وادي الغلاف اللي هو هيلزق اللي حتة من ورا، نروح نعملها ايه كده اهو. ولو حبيتوا تدبسوها من فوق بحيث لما نيجي الاول نقفلها، نقفلها كده اهو كده، ممكن تدبسيه هنا في الجزئية اللي فوق دي عشان تبقى التوكه معروضه صح، لما تتعلق في المحل ولا بتاع تبقى باينه كده ايه ان هي معروضه صح. بصوا يا بنات في كمان ممكن نعملها ايه، ممكن لو احنا ما عندناش الفرو ده ممكن نستخدم الفرو اللي هو بالمتر. تمام الفرو اللي هو بالمتر ده خلاص، ممكن نعمل ايه نقص حته صغيره كده وبالخيط، او ممكن بايدك عادي ونعملها جزء كده مثلا. طبعا ممكن اعمل لكم في ستوري صغيره
من جزء كده مثلا والجزء الناحيه التانيه، ونعمل فصل بالستان في النص كده، هتبقى ايه توكه فاروق. عارفين المتر ده ب7 جنيه، وكنت ببيعه ب6 الاول، عندي منه كذا لون. المتر ب7 هيعمل لك في يومكات ياما، يعني هيبقى التوكه ارخص وارخص كمان معاكي. ممكن برضو نستخدم ايه، ممكن نستخدم الفيونكات دي، انا ببيع 3 ب10 ماشي، فيونكات دي، وفي برضو منها شكل تاني اهو، تمام. ممكن دي نستخدمها برضو من فوق كده خلاص. ممكن نستخدم الورد الطاير، يعني في ليها افكار كتير لو انت مش عندك الفيونكه الفرو دي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي باذن الله هيبقى شورت، يعني هو صغير، يعني اللي هو الفيديوهات الشورت الصغيره هعملها لكم نفس الفكره بس بالتوكه المعدن دي، اللي هي بيبقى شكلها كده، بصوا يبقى ليها فتحه كده بيدخل فيها الاستك وبتعمل التوكه شكل عسل خالص. انا هنا جيت خدت الزراديه الصغيره دي وكسرتها وهسويها وهعمل بيها بال4 سنتي فكره جديدة. يعني نفس الفكره بس بالشكل الايه الجد الالماس ده، وهنزلكم ان شاء الله كده في الفيديو اللي ورده على طول، ممكن بكره باذن الله. ادعوا لي بقى استمر، وربنا يا رب يصلح لنا الحال ويبعد عنا الحسد، واتمنى كده تدعمونا كده بالاشتراك واللايك، وتنشروا الفيديو على قد ما تقدروا. في ناس كتير دلوقتي بتعمل مشاريع توك، بتبقى محتاجه افكار جديده، فانت هتكوني بنشرك للفيديو ده هتبقي سبب في حاجتين، سبب في رزقي انا، وسبب في رزقها هي برضو، انت نقلتي لها فكره جديده. شكرا خالص لكم استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.